Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هيا بنا نتعلم الرقم في اللغة العربية. Mari kita belajar nombor 61 hingga 70 dalam bahasa Arab. 61 واحد وستون أنام بلوه دوا إثنان وستون إثنان وستون أنام بلوه تيجا ثلاثة وستون ثلاثة وستون أنام بلوه أمبات أربعة وستون أربعة وستون أنام بلوه لما خمسة وستون خمسة وستون أنام بلوه أنام ستة وستون ستة وستون أنام بلوه توجو سبعة وستون سبعة وستون أنام بلوه لبن ثمانية وستون ثمانية وستون أنام بلوه سمبلان تسعة وستون تسعة وستون تجوه بلوه سبعون سبعون إلى هنا فقط وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته